أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نعود إلى موضوع الخليج وبعض الإشكالات اللي موجودة بين دول المنطقة، من ضمنها أهمية الخليج. بلا شك هي أهمية كبيرة، أهمية استراتيجية. هل هي شكلت عبء استراتيجي على أهل الخليج، على أهل المنطقة نحن، سواء كان بالعراق، بالكويت، بدول الخليج، إيران، هل هذا يشكل عبء علينا؟ نعم، بدون شك. يعني أنا دائما أكرر أن الجغرافيا أثقلت كاهل التاريخ. يعني موقعنا الجغرافي مفروض أنه مكسب استراتيجي، لكن بنفس الوقت هو كان عبء استراتيجي أكثر منه مكسب استراتيجي. يعني ما يخفى عليك أن الخليجيون أو أهل الخليج وعوا منذ وقت مبكر أن نظام أمن الخليج لا يستطيعون القيام به بمفردهم. يعني نحن دول صغيرة، عدد السكان قليل، من أكثر دول العالم انكشافا استراتيجي، يعني لا تضاريس تخدمنا في خطوط دفاعية، عدد السكان قليل، نقع على بحار تحيط بنا دول كبرى. هذا الانكشاف الاستراتيجي جعل صناع القرار الخليجيين ينظرون إلى البعد الاستراتيجي في قضية أمن الخليج. البعد الاستراتيجي هو الاستعانة بالقوة التي لها مصالح في أمن الخليج. يعلم الله لم يدفعنا لهذا الأمر إلا ما واجهنا من بعض الجيران الذين حاولوا استغلال هذا الانكشاف الاستراتيجي اللي نعاني منه. يعني نحن بين قوى كبيرة، إيران بحجمها بعدد سكانها، العراق في عهد الطاغية صدام وبعدد سكانه وقوة العسكرية المهولة. كان علينا أن نستعين بالحليف الاستراتيجي أو الحليف الخارجي، فتكونت هذه المنظومة اللي هي الاستعانة بالحلفاء. طبعا قام مجلس التعاون، وجزء من الفكر الخليجي هو قضية الدفاع الذاتي أو الأمن الجماعي، الكولكتيف سيكيورتي. نحاول أن يكون هناك نظام أمن جماعي خليجي، نستطيع الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا، لأننا نعرف أن قضية المصلحة هي التي تخدم العلاقات الدولية، هي التي تدفع الغرب إلى الدفاع عنا أو مساعدتنا عسكريا أو مساعدتنا بأي وجه من الأوجه. هذه المصلحة قد تدوم الآن، قد لا تدوم غدا. زين، أنا مع توسيع مفهوم الأمن الجماعي. يعني أرى أن الأمن الجماعي يجب أن يكون أكثر من دائرة. يعني نظرية الأمن الجماعي الخليجي، الدفاع الذاتي لكل دولة، ثم هناك الدفاع من خلال مجلس التعاون، ثم هناك البعد العربي واتفاقية الدفاع المشترك. يجب أن ننظر لهذه الدائرة أو نخلق دائرة وسطى، ويكون من ضمن دفاعات الخليجيين أن تكون العراق جزء من هذه المنظومة، أن يكون اليمن جزء من هذه المنظومة، أن تكون هناك دول قريبة من الخليج وتكون ذخرا لنا أكثر مما تكون مصدر تهديد لنا. إذن أنت مع الآن القرار بدخول الأردن والمملكة المغربية لمجلس التعاون الخليجي؟ دخول الأردن والمملكة المغربية أثار الكثير من الجدل. ولو نظرنا، لو حللنا هذا الأمر من جوانب عسكرية ومن جوانب اقتصادية، عليها الكثير من المآخذ، لكن من جهة أخرى هو يفيدنا بأننا لسنا أسرى في يد سواء القوى الغربية أو سواء حتى بعض الدول الشقيقة الأخرى التي تعتقد أن أمن الخليج مناط بها. يعني نحن نري الآخرين أن بإمكاننا عقد الكثير من التحالفات، أمننا مرتبط بأمن دول أخرى، نكون لهم سند في الجوانب الاقتصادية وهم سند لنا في الجوانب العسكرية أو الاستراتيجية. فأعتقد أن هذه كانت المسج أو الرسالة التي أردنا إيصالها. أنا لست ضد هذا النوع من التعاون أو دخول هذه الدول، لكن هناك أمور تحد من اندفاع دول المجلس ضم الأردن و المغرب بهذا الشكل أو بالوتيرة السريعة التي تمت فيها. أعتقد الموضوع بحاجة للكثير من الدراسة، خاصة في جوانب الاقتصادية التي سنفيدهم فيها، لأن لا يخفى عليك أنهم بحاجة إلى إجراء الكثير من التعديلات أو التشريعات الاقتصادية، نسبة ضرائبهم وجماركهم حتى تأتي حتى تساوي الجمارك في الكويت أو دول مجلس التعاون، وهذا سيرهق ميزانيات تلك الحكومات. أعتقد أن الطريق طويل لتحقيق ذلك، لكن
يعني لا أرى مانع من أن تكون اليمن جزء من هذه المنظومة أو العراق جزء من هذه المنظومة، لأنه على الأقل أقرب وهم أصلا مطلين. الجوار الجغرافي لا شك أنه مفيد. طبعا ستسمعين الكثير من الذرائع، يعني أسلوب نظام الحكم وطريقة عدم استقرار البلد، موارده الاقتصادية وعدم تشابه موارد الاقتصادية الخليجية سيكونون عبئا علينا في عدد من الجوانب، عبئا علينا في حتى يعني في علاقاتهم الدولية الأخرى. كل هذه الأمور يمكن تجاوزها. أنا مع أي شيء يؤمن الاستقرار لمنطقة الخليج العربي. خليج مستقر هو الهدف النهائي لكل إنسان خليجي. هل تشعر بعدم استقرار الآن مثلا؟ نحن يعني لسنا من السذاجة حتى نأمن بيئة استراتيجية سيئة الطباع. أصلا بيئتنا الاستراتيجية سيئة الطباع في الخليج العربي، يعني لو نظرت إلى تاريخنا لوجدت الكثير من النزاعات والكثير من الحروب والكثير من المآسي، والملايين البشر أريقت دماءهم على ضفاف الخليج العربي لأسباب كان يمكن تجاوزها. فهذه البيئة الأمنية سيئة الطباع يعني تجعل الإنسان يتوجس دائما ويفكر في أن أمن الخليج أمر يجدر التفكير به دائما وتحضير خطط دائما لفرض الاستقرار والأمن في هذه. دائما يوجد إحساس بالخوف عند دول الخليج، يعني حتى لو كان الجار أو دولة أخرى مثلا عندها قوة مثل إيران ربما هي تتحدث أو لديها بعض الأمور، هناك خوف وتوجس عند دول الخليج. هل هذا نابع مثل ما تفضلت كونهم دول صغيرة استراتيجيا مفتوحة، الحدود، التضاريس تلعب دور؟ إيران يعني من ينكر أن إيران حجر الزاوية في قضية أمن الخليج هذا أما جاهل أو مكابر. إيران هي جزء من أمن الخليج بلا شك، لكن إيران مشروعها الحضاري وتطلعاتها تصطدم مع الكثير مما لدينا أو من تطلعاتنا أو ما نريده لمستقبل أجيالنا القادمة. يعني إيران سياستها الخارجية أو طموحها تحقيق عدة أشياء، من هذه الأشياء أن تكون موازنة نوويا لباكستان ولإسرائيل، أن تكون مساوية بقوتها العسكرية لتركيا وأيضا لإسرائيل عسكريا أو ما يحيط بها. أيضا النقطة الثالثة، إيران تريد أن تكون هي المرجعية أمام الدول الكبرى لكل ما يجري في الخليج، وهذا ما يسمى بالهيمنة. يعني قبل أن يكون هناك اتفاق غربي من أي دولة غربية مع أي دولة خليجية يجب أن يتم استشارة إيران فيه، تحتج على إقامة قاعدة، تحتج على إقامة مشروع جزر صناعية، تحتج على مناورات عسكرية، تحتج على كل شيء، لأنها تريد هي المرجعية في كل شيء في الخليج العربي. هذه النقاط الثلاث أو الأربع اللي ذكرت هذه نقاط الخلاف بيننا وبين جمهورية إيران الإسلامية. ما عدا ذلك أعتقد أن هناك علاقات بيننا وبينهم اقتصادية، علاقات جيرة، علاقات تواصل اجتماعي لا أرى فيها خلاف، لكن مشروعهم الحضاري في جوانب عدة يصطدم مع ما نريد، وهذا هو الخلاف. نعم نعم. كي نتغلب على مثل هذا الخلاف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد كيف يمكن أن نصل إلى طريق وسط يرضي جميع الأطراف؟ لأنه أنت بالنهاية هي تبقى جارة، رضينا أم أبينا، هناك إشكالات، كل له أجندته، هذا صحيح، ولكن علينا أن نتعايش. كيف يمكن أن نتعايش دون أن يكون هناك تدخل من الطرف الآخر بالطرف الثاني؟ يعني الإجابة على السؤال يجب أن ننظر ماذا يريد كل شعب في أي دولة في العالم. الاستقرار والرفاه، صحيح، والحرية. إذا تحققت هذه الأمور للشعب الإيراني، ما الذي يجعله يطمع فيما لدى دول الخليج؟ ما الذي يجعله يريد أن يكون هو شرطي الخليج؟ ما الذي يجعله أقوى من العراق أو أقوى؟ يعني إذا كانوا ينظرون للأمور من البعد التاريخي بأن إيران كانت إمبراطورية عظمى ويجب إعادة هذا المجد، بإمكانهم إعادة هذا المجد، ولكن ليس بهذا الأسلوب. يعني ليست بعسكرات المجتمع الإيراني، ليست بفرض الهيمنة
بهذه الطريقة التي نراها، يعني 10 أو 20 مناورة في السنة، الإعلان عن صناعة سلاح جديد كل شهر، مماحكات مع المجتمع الدولي في طموحهم النووي، مماحكات مع المجتمع الدولي في تغذيتهم لبعض المنظمات التي تعتبر مارقة أو خارجة على القانون الدولي. يعني هذه الأمور لن توصل الإيرانيين إلى أي شيء. ما نراه هو تعرض إيران إلى الكثير من العقوبات الدولية التي بالنهاية تصل إلى إضعاف المواطن الإيراني نفسه. زين، فأعتقد لو كان هناك ديمقراطية حقة، لو كان هناك حرية تجعل المواطن الإيراني يبدي رأيه في سياسة بلده الخارجية لما وجدنا ما يجري حاليا. يعني ماذا يريد الإيراني أو المواطن الإيراني إلا حياة كريمة؟ يعني بالنهاية هو لا يريد أن ينظر إليه الناس كأنه جزء من إمبراطورية عظيمة، ويعني هذا الاحترام لا يأتي إلا من توفر مقومات أخرى، هي لأنه متعلم، مكتفي اقتصاديا، يتمتع بالحرية، يتمتع بالديمقراطية. هذه الأمور التي يعتز فيها أكثر مما ينظر أساسا الإيرانيون الذين يريدون إعادة مجد من خلال القوة العسكرية والاحتلال والعدوان. نعم. ونحن نعيش أجواء الربيع العربي وهذه الثورات التي بدأت في الوطن العربي، هل تعتقد ستصل إلى إيران؟ أنا سمعت أن الربيع العربي والحمد لله يعني صرنا نعدي حتى دول خارج الشرق الأوسط. نعم ولما لا، يعني ما بين الشعوب العربية وشعب جمهورية إيران الإسلامية الكثير من القواسم المشتركة، التركيبة الاجتماعية، الكثير هو يعاني كما تعاني شعوب عربية أخرى. فأعتقد أن التجربة العربية يعني يحتذى بها في هذا المجال، والحمد لله الذي عشنا حتى نرى أن نكون قدوة لغيرنا في الجوانب الإيجابية، وهي تغيير الأنظمة الفاسدة، تغيير الأنظمة الطاغية الدكتاتورية، الأنظمة التي لا تنظر إلى حاجة شعبها أكثر من مما تنظر إلى سيطرتها بالحديد والنار على هذا الشعب. فلا أرى ما يمنع وصول الربيع العربي إلى شوارع طهران إلا أن عدلت الحكومة الإيرانية من ممارساتها مع شعبها، يعني عملت برنامج إصلاحي. وأعتقد هم إيران بدأت أصلا بعد الانتخابات، دكتور تذكر بعد الانتخابات وفوز أحمدي نجاد، وكان هناك تشكيك بأنه كان في تزوير بهذه الانتخابات، وحدث ما حدث في طهران وفي ساحة آزادي وفي بدون شك. أنا أعتقد أن جمهورية إيران الإسلامية ستنظر لما يجري، وأعتقد أن هناك الكثير من رجال الدولة الحكماء هناك سينظرون إلى ما يجري ويتعظون منه. يعني بالنهاية ما يجري كما قلت هو معدي، لأن الظلم لا يمكن أن يحتمله أحد. هناك خطط إصلاحية، لكن كل من قال أنا أقوم بخطط إصلاحية لا يكفي، الوتيرة التي تتم بها لا تكفي، أشكال هذا الإصلاح، التخلص من سلطة مؤسسة حاكمة واحدة لا تسمح بالتعدد الآراء في المجتمع الواحد. أعتقد أن إيران تنظر إلى هذه الأمور، وليست يعني ليست خيار ضمن خيارات، هي مجبرة على إصلاح الأوضاع في إيران أو ستواجه ما يواجهه الزعماء في الدول العربية الأخرى. صحيح. دكتور، ما هي إشكاليات الأمن الخليجي من منظور العلاقات الآن الكويتية، نرجع على الكويتية العراقية؟ أعتقد أن الكويت والعراق مقبلة إن شاء الله على مستقبل زاهر. يعني لديكم القناة الجافة، لديكم الكثير من الخطط لإعادة إعمار العراق، لدينا في الكويت خطة تنموية كبيرة، بدأنا في إنجاز جوانب كبيرة منها ومن ضمنها خطة ميناء مبارك. هذه الخطط ستعمر شمال الخليج وتعيد نقل الحيوية والتجارة لهذا الجزء من المنطقة. يعني لا يخفى عليك الحرب الإيرانية العراقية، الغزو الصدامي للكويت، الحرب، إسقاط الطاغية صدام من قبل المجتمع الدولي، كل هذه الحروب همشت شمال الخليج، وشمال الخليج هو العراق والكويت، وشمال الخليج هو الأقرب إلى أوروبا، وهو الأقرب إلى الشرق، وهو الأقرب لكل شيء. نتمنى أن نكون جزء من ازدهار منطقة شمال الخليج، نتمنى أن يستتب الأمن حتى نضع خطوات تساعد على
إنجاز خططنا الاقتصادية في هذا الصدد. لتحقيق ذلك ما هي الأجندة التي يفترض أن تنفذ من العراق والكويت؟ خلينا في العراق والكويت لأن ربما هم مثل ما تفضلت يكون هم المستقبل المشرق اللي إحنا نطمح له. كما قلت يعني لنتجاوز توافه الأمور التي تعيد فتح ملفات اعتقدنا أننا تجاوزناها، هذا أول خطوة. طبعا لا يخفى عليك أن الاقتصاد هو العربة التي تقود قطار أي نوع من التعاون. لماذا ننظر إلى التعاون بين الكويت والعراق أن الميناء يجب أن يكون في العراق أو أن يجب أن يكون في الكويت؟ هذه إشكالية قديمة من أيام خط برلين بغداد، هذه إشكالية قديمة منذ قضية المنفذ العراقي على الخليج العربي. يجب أن نتجاوز هذه الأمور وننظر إلى أن بإمكاننا أن نتعاون بغض النظر أين وجود الميناء. يعني الوجود الميناء الموجود في الكويت، الميناء إذا وجد في الكويت سيكون هناك الكثير من خطط السكك الحديدية التي تنقل البضاعة إلى العراق. نفس الشيء لو كان في أم قصر أو كان في أي جزء من العراق. نتمنى أن نتعاون في هذا المجال، وكما قلت ما قرأت أن لديكم الكثير من الخطط الاقتصادية لإعمار شمال الخليج، والكويت أيضا خطتنا التنموية تكمل ما لديكم. فنتمنى أن ننتقل من مرحلة التنافس إلى مرحلة التكامل في هذا الجانب. الجانب الاقتصادي كما قلت هو المحرك لكل أشكال التعاون. سؤال عن طالما نحن نتحدث عن الاقتصاد ما بين الكويت والعراق، أما لا تعتقد أنه هناك بطء بعملية الاقتصاد دخول الكويت للأسواق العراقية؟ يعني هي من باب أولى دون عن بقية الدول أن الكويت تكون هي السباقة وتدخل الأسواق العراقية بس بشكل مكثف، ليس بالشكل على استحياء قليل. هو الآن هناك موجود طبعا بعض الشركات الكويتية موجودة لكن لا ترتقي إلى مستوى الطموح. بعد الفاصل أسمع الإجابة.